مرحبتين بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجي. اليوم الحلقة خفيفة وسريعة، عندنا رول الباذنجان محشي بالجبنة والسبانخ ومزين بالكريمة والجبنة. حنحكي لكم ليش مزين بالكريمة. الطبق يقال أنه هو من بلاد الشام، لكن في من يقول أنه هو دخل البلاد الشام مع المستعمر العثماني أو مع العثمانيين، وبعدين أصبح يعني شامي بامتياز. لكن طبعا الأتراك يحبوه ويقولوا أنه هو متاعهم، مش معروف يعني الأصل من وين. المهم هو أكلة حلوة وخلاص. عندنا هنا هي سبانخ مع بصل وجبنة، جبنة موتزاريلا وجبنة الماعز. ليش جبنة الماعز؟ جبنة الماعز فيها لذعة حلوة بك، لكن بروحها واعرة شوية. فشن نديروا نحن؟ نحطوا عليها الموتزاريلا أو الريكوتا. أنا واخذة هنا موتزاريلا سايحة شوية، مش واخذة الموتزاريلا اليابسة. والبهارات ما فيهاش بهارات واجد، فلفل أحمر وملح وكسبر مطحون فقط، هذه حدها. وبصل ناخدو سبانخ نشوحوها مع البصل ونحطوا عليها التوابل. اللي ما عندهش سبانخ عادي يقدر يدير سلك، نحن معروف علينا في ليبيا نستخدمه في السلك واجد، فعادي لو ما عندناش سبانخ نديرو سلك، بس أنا فضلتها اليوم بالسبانخ. نلفوها رولة. الباذنجان مفيد جدا جدا للنساء الحوامل عشان فيه نسبة حديد عالية ونمو الجنين. ديما السيدات الحوامل ما ياكلنش واجد، يعتمدن على الفيتامينات وما عندهنش نيه، شهيتهن ديما مش قويه، فانا نفضل انهن يستخدمن وفي طبعا الجبنه، جبنه الماعز غنيه جدا جدا بمجموعه فيتامينات مش عاديه، لاذعه شويه زي ما قلت لكم. يعني انا بروحها ما نفضلهاش، نحسها ثقيله شويه وريحتها قويه، فخففتها بالريكوتا وبالموتزاريلا، حطيت لها شويه ريكوتا مش واجد. هنلفوها، سكروها. لو في باذنجان اكبر شويه عادي، انا مش لاقيه اليوم الا الباذنجان هذا. معلش سامحوني الصوت شويه تعبان من المكيف، لي تقريبا 8 سنوات ما نستخدمش مكيف. اليومين هذين في مكيف فمتعبني شويه. انا جهزت اصلا طبق مسبق زي ما قلت لكم عشان واخده برد، مكسله اليوم انا. لما نتفرج على مسلسلات الشامية وبالذات باب الحارة، نشوف كيف يستخدموا في الباذنجان ويستخدموا في الحاجات اللي فيهن كريمات وفيهن لبنات، ديما نسهفوا أكيد. كلكم تتفرجوا على باب الحارة وتشوفوا الطبخات، ما شاء الله ما شاء الله. الشوام المطبخ الشامي من أحلى المطابخ يعني بجد، زي ما قلت لكم. شوفوا أنا حنحكي لكم حاجة، في من يدير الباذنجان محشي بالكباب أو بالكفتة، شن حنديروا له؟ مش حنحطوا له كريمة، حنحطوا له طماطم معجون، صلصة طماطم، لأن لحم. بس هذه زي ما قلت لكم لأن الأجبان والملوحة، فأنا فضلت إني أنا نحط الكريمة عشان نعادل الطعم، يعني ما نخليهاش مالحة واجد، لأن هي ما فيهاش حتى حاجة إلا جبنة، جبنة وسبانخ بس. في من يحب يزينها بالصنوبر، الشوام غالي عليهم المكسرات، يحبوا يديروا لها صنوبر. يفضلوها يعني بالمكسرات أكثر. لكن أنا اليوم مش دايرة مكسرات، مرات حد عنده حساسية ولا هكاهي تقدروا تديروها من غير مكسرات. وزي ما قلت لكم الفيتامينات والمعادن اللي في الباذنجان راهن رهيبات بكل. واللي دايرين رجيم على فكرة والنباتيين، يعني تقدروا تقولوا أن هذا طبق نباتي بامتياز، والجماعة متاعين الكيتو، أصحابي اللي دايرين كيتو، هذا طبق كيتو واتي تقدروا تديروه. شن حنديروا توا؟ هنحطوا الكريمة. أنا هنا خديت كريمة وخلطتها مع قشطة مالحة اللي هي الصور كريم، في من يقول لها صور كريم وفي من يقول لها قشطة مالحة. نقدر نديروها في الحوش عادي،
ناخذ قشطه عاديه اللي هي البيضه ونحطوا لها شويه خل حتفصل شويه معنا، وناخذوها وشويه ملح. هذه هي سهله يعني ما هيش واعره. نقدر نقدموه مع رز، نقدر نقدموه مع خبزه شاميه، نقدر نقدموه مثلا في الحفلات في المناسبات في الاعراس. يجيروا فيه توا في ليبيا شفته انا، يحبوه لانه خفيف يعني. هو هذا طبق مقبلات ما هوش طبق رئيسي. السر في فقرة اليوم خاص بالبهارات. لما نحن نحب نحافظ على البهارات متاعنا، ريحتها ما تتغيرش ولونها ما يتغيرش، نحتفظ بيها في مكان جاف ومظلم بحيث أن هي تقعد فترة طويلة يعني من 3 شهور إلى 6 شهور. ولو نبوا نعزز النكهة متاعها ونخلوها فايحة أكثر نستخدموها صحة، يعني الكسبر مثلا قبل ما نطحنوه نخلوه زي ما هو صح، والفلفل الأسود ونطحنوه بالمسحان يكون أحلى ونستخدمه يجينا أفوح. هذا بالنسبة لليوم. أنا نحب منكم أنتم تديروا مشاركات للحلقة، كل ما تديروا مشاركات كل ما أنتم حتجيكم الحلقة وتشوفوها. أنا كملت معكم اليوم، نعلم نشوفكم المرة الجاية. باي باي. طبعا الباذنجال ناخدوه ونقلوه، لكن في تكنيك واحد تاني. في ناس ما يبوش القلي، ما يحبوش القلي، بلاش ما تحطوش في الشوايه الهوائيه. انا درت فكره، قريتوا الماكينه بتاعت التوست اللي هي الجريل مش المقسمه، هذه نبخوها بشويه دهان مثلا زيت او زبده ونحطوا الباذنجاله ونسكروا عليها تطلع زي المشويه، ونلفوها وندخلوها للفرن. هذه ما فيهاش سعرات حراريه نهائي، مضمونه. طبعا نعاود مقادير الحشوه، حين نزلن على يمين الشاشه، بس خليني نقول لكم مقادير الحشوه. ناخذ سبانخ او سلك نقرضهن، وناخذ بصله نقرضها مربعات صغيره ومعها شويه ملح، نحمسها على النار بسرعه بسرعه على زيت، وعلى طول نحط السبانخ او السلك. ما تحيرش يعني، ممكن 10 دقائق بالكثير، بالكثير 10 دقائق، انا ما عندي شيء ومكسده وفاضيه، نخليها 10 دقائق. كملت نحط عليها البهارات اللي هنا فلفل اكحل وملح وكسبر فقط لا غير، هذه حدها. درتها شنو ندير انا؟ ناخذ بعد ما تطيب نصفيها، لان هي السبانخ والسلك حتنزل ميه، فانا شنو ندير لها؟ نحطها في صفاي شويه هكا نخليها، ونحاول نحركها شويه بايدي لحد ما تنزل السوائل متاعها، علشان ما تعبنيش في الفرن بعدين تبدا كلها على بعضها كسيحه ومش طالعه عندي مزبوطه. هذه هي بالنسبة للحشوة. الزينة زي ما قلت لكم، في اللي يحب يديرها بالصوص الأحمر، لكن أنا زي ما قلت لكم حسيت أن لما جربتها لقيت الكريمة أحلى عشان كسرت لي الطعمة المالحة. وبالنسبة للجبنة تقدروا تديروا أي نوع جبنة، حتى جبنة المثلثات، جبنة الكريمية، جبنة المبشورة، يعني ما هيش حاجة بالضبط. يعني نحن توا الانفتاح هذا اللي ساير في الطبخ بصفه عامه، توا في مجموعه حاجات نقدروا نحن نفتوا فيها ونغيروا فيها ونحركوا فيها، ونحطوا جبنه ونحودوا الجبنه ونحطوا سلك ونحطوا سبانخ. هذين الاذواق المتنوعه. في اللي ما يحبش السبانك عنده معاها مشكله يحط سلك، في اللي يحب يحط مع السلك مع نص كسبر يشكلها، في اللي يدير حشوات اخرى، في اللي يحب يدير اضافات مثلا جزر. جودوا في هذه، جودوا اللي بيدير يدير. شوفوا الثوابت الاسبان والرز بالخلطه، هذين ما يتغيرنش بالكل. يعني الاسبان ما يجيش من غير شبت، مستحيل راه يطلع لي واحد يكتب لي يقول لي لا يجي من غير شبت. يعلق يعلق ويكتب لي اي حاجه، لو ما عجبتكم مش حاجه، لو حسيتوا ان في حاجه خطا عادي اكتبوا لي، لان طبعا ما شاء الله في شيفات واجد ما شاء الله، يعني توا زي ما قلت لكم في انفتاح في الطبخ، فانتوا تقدروا تعلقوا لي وتقولوا لي اي حاجه، لو حسيتوا ان في اضافه تحبوا انها تنضاف قولوا لي عليها ما فيش مشكله. حناخذ الحبق او الاوريغانو
او اي نوع مثلا انتم من فوق، في اللي يحب الكسبر مع الكسبر تطلع حلوه 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 بكل، لان الكسبر المطحون مع الكسبر الاخضر مش عاديه. زي ما قلت لكم عندكم حريه التعبير، احكوا وهدرزوا وقولوا لي شن تبوا. ناخذ توا الجبنه شوفوها اللون حلو هادي، اللون أسود بالأبيض زي لبستي اليوم بالضبط. شفتوها كيف؟ صحيتي يا مروة، مروة قالت لي حتى قلبك أبيض. توا الطبق جاهز بس لازم يدخل للفرن عشان تسيح الجبنه وما ياخذش اكثر من 5-6 دقائق راهو، مجرد ما تسيح الجبنه نطلعوه ونقدمه. نشوفكم بعد الفاصل، ردوا بالكم تحركوا القناه خلوكم زي ما انتم شويه ورجعت لكم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، والطبق متاعنا إن شاء الله حيكون جاهز، حنوريكم كيف يتقدم. خذا تقريبا زي ما قلت لكم 10 دقائق أو 7 دقائق على حسب الفرن متاعكم، كل واحد والفرن متاعه، مش قاعدة يعني. نحكي لكم مش على الريحة، مش عارفة إذا كان الكاميرا جايبتها. حنسكر الفرن وما تنسوش تسكروا علشان ما تصيرش اي حاجه. شفتوا الجبنه تحمرت وطلع الدهان متاعها والريحه خرافه. حنوريها لكم، شوفوا هيك اذا كان الكاميرا جايبتها، مش عارفه شفتوا الالوان الجبنه بعد تحمرت عطت لون زي الاحمر. عشان هيك قلت لكم لما نديروا لها صوص طماطم مش حتطلع حلوه، مش حتبان، حتعطيني كانها طباج، مش حتطلع كانها زي ما احنا درناها. تو حنقدموها، الطاجين مازال ساخن. حناخذ لكم كم قطعه هيك من الوسط. زي ما قلت لكم التقديم مع رز مع سلطه كيف ما انتم تحبوا، سهل. حناخذ من الجانب المتحمر هذا كي جاي احلى، شفتوا. حنزيد وحده من هنا، هذه هيك بروحها سلحوبي راه ما معها شيء. توا لا تقولوا لي سلطه لا تقولوا لي رز لا شيء، مش بتاع سلطه لا رز، راه غير كي نقول لكم سلحوبي يعني معناها وحده في جره وحده. المخرج يقول لي شنو معناها سلحوبي. اختلاف اللهجات هذا شويه هيك، شو رايكم؟ هاي بالله طلعوها لنا من هنا من هنا ما نعرفش. انا نتمنى اعزائي المشاهدين انكم انتم تجربوها وتكتبوا لي تعليقاتكم، عجبتكم ما عجبتكمش، لما غيرتوا الجبنه شن حسيتوا، لما حطيتوا مثلا معاها خضروات شن حسيتوا. نتمنى انكم تديروا زي ما قلت لكم، تصوروا وتنزلوا لي في التعليقات. حلقتي معاكم اليوم كملت، نتمنى نشوفكم المره الجايه، كونوا بخير.